قرارات النادي الاهلي وفريق اف سي سبار، وبينضم لنا كمان في هذه اللحظات نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله عضو مجلس اداره النادي الاهلي مهندس محمد الضماطي. زي ما بقول طبعا الرجاله على ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه كالعاده. شايف النهارده المباريات وبتشوف النهارده الاشادات الكبيره دي يا محمد بتقول عليها ايه؟ ازيك يا كريم؟ نتمنى بس التوفيق النهارده، نبدا بقى نخش في الجد باذن الله من يوم الاثنين الادوار النهائيه. ربنا يوفقنا باذن الله في تكمله التنظيم ونتوج باذن الله المجهودات دي كلها بالفوز يوم الخميس الجاي ان شاء الله. انت تعبان شويه لكن اصرارك ان انت تبقى متواجد كالعاده ده دور اللي احنا عارفينه من مجلس اداره النادي الاهلي يا محمد. عندها بطوله مهمه جدا وان شاء الله نتمنى ان احنا نحافظ على اللقب وزي ما السيدات عملوا باذن الله الرجاله ان شاء الله يكسبوا البطوله. لقاء مع سفير الكونغو قال انا هرجع بلدي اكتب تقرير واقول ان كل البطولات تنظم في مصر وفي النادي الاهلي، بينعكس علينا ازاي ده وبتشوفه ازاي يا محمد بيه؟ الحمد لله الامور ماشيه كويس، اللجان عامله دورها بشكل رائع جدا، خبرات كبيره النادي الاهلي في التنظيم، عندنا 24 فرقه فده عدد كبير جدا للبطوله العدد الاقصى، فالحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس، عندنا بكره باذن الله حفله توزيع الهدايا والتبادل الدروع. فالناس كلها مبسوطه الحمد لله من كل حاجه وان شاء الله تكمل على خير. عندنا اصابتين مؤثرين شويه لكن عندنا ثقه في كابتن ميدو، عنده توليفه مميزه جدا، هل هيبقى لهم تاثير من وجهه نظرك من متابعتك المستمره للمباريات؟ ان شاء الله الفريق عنده احتياطي كويس، الامور ماشيه بشكل كويس، ريحوا في الماتش بتاع امبارح والنهارده باذن الله ياخدوا راحه زياده ويبقوا معانا من يوم الاثنين باذن الله في الادوار النهائي. شكرا يا كريم. كل الشكر والتقدير من جديد للمهندس محمد الضماطي نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذه التصريحات. وزي ما بنقول الاشاده ما بتيجي طبعا من الرؤساء والوفود المتواجده، لابد ان احنا طبعا يكون لنا حديث كبير مع اللجان المنظمه رئيس اللجنه المنظمه الاستاذ محمد الجرحي وايضا النائب المهندس محمد الضماطي. كابتن عيسى السعيد في هذه اللحظات طبعا التسخين للفريقين، فريق طبعا النادي الاهلي وفريق اف سي سبار طبعا المنافس النهارده في المباراه. زي ما بنقول المباريات القادمه ابتداء من الغد هتكون هي انطلاق البطوله. بنتمنى النهارده كالعاده جمهور النادي الاهلي اللي متواجد فيها الصاله المغطاه بكل تاثير كبير سواء اليوم او مباراه الغد. مستمرين معاكم كل مشاهدينا طبعا قناه الاهلي في كل مكان وتغطيتنا الخاصه لفعاليات البطوله الافريقيه لكره الرجال. عوده ليك يا كابتن هيثم وكل نجوم الاستوديو التحليلي.